بجد مساء الخير عليك. مساء الخير اخي محمد، وتحيه ليك ولكل الاسر الرياضية وكل الاحبه في مصر من خلال شاشه الاهلي تي في. طبعا يعيش اخويا، وان شاء الله تكون الامور كلها تمام في تونس. الله يخليك اخي محمد، ونبدلك يعني التحيه ولكل الاحبه وكل الجماهير الرياضيه في مصر وكل احبتنا في مصر. اكيد الامور طيبه، واكيد دائما علاقه كبيره تربط ما بين الشعبين وخاصه الاسر الرياضيه المصر ما بين تونس ومصر. اولا طبعا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وسعيد بتواصلك معايا، وعايز اعرف منك الاستعداد لنهائي افريقيا. في اجراءات حاليا بتتم في تونس لتجهيز الملاعب لإلغاء الحظر اللي كان صادر من الاتحاد الافريقي بخصوص ملعب رادس وعدد من الملاعب التونسيه في الفتره الاخيره، الجديد عندك يا زياد؟ بالفعل اخي محمد، تطرقت الى موضوع مهم جدا، وخاصه بعد قرار الاتحاد الافريقي. طبعا اكيد تعرف مثل ما تحدثت في مقدمتك اخي محمد، كانت تونس من اول الدول وخاصه استأنفت النشاط الرياضي بعد اكيد الحظر، وبعد خاصه ما يعني العالم، ليس فقط العالم العربي وليس فقط تونس ومصر، اكيد تونس اولى الدول التي استأنفت النشاط الرياضي وخاصه الدوري التونسي الذي عاد، وايضا اولى المنتخبات العربيه التي استأنفت التمارين نتاعها هي المنتخب التونسي. طبعا اكيد بعد قرار الاتحاد الافريقي وخاصه فيما يخص ملعب رادس، اكيد الاجراءات يعني كانت في الحين متابعه من اعلى مستوى من خلال الاتحاد، ايضا من خلال الحكومه التونسيه، وخاصه اعطيك سبق لك ولكل مشاهدي قناه الاهلي، وخاصه ما يهم الرياضه الافريقيه مثل ما تحدث زميلي وصديقي. تفضل يا زياد. الاسابيع الفارطه كانت وزيره شؤون الشباب والرياضه التونسيه السيده اسماء السحيري مرفوقه برئيس الجامعه ورئيس الاتحاد التونسي لكره القدم الدكتور وديع عزري في زياره الى خاصه الى ملعب رادس وكذلك ملعب المنزل، وخاصه تم اثره عقد اجتماع خاصه بمقر الوزاره، وتم يعني بحث مختلف الاجراءات وخاصه للصيانه، وخاصه تعرف ما يعرفه الشارع الرياضي، خاصه بعد المراسله التي ارسلها الاتحاد الافريقي الى مختلف الدول والاجراءات التي يجب اتخاذها من خلال يعني مثل كراس الشروط بالنسبه للملاعب التي تحتضن المباريات. طبعا تم اخذ هذه التدابير، والان الاجراءات على قدم وساق من خلال الصيانه في ملعب رادس وكذلك ملعب المنزه، وخاصه نعرف هناك ايضا نعطيك حصريا ايضا هناك اشغال متقدمه جدا في ملعب الاولمبي بسوسه خاصه من خلال توسعه هذا الملعب، وتعرف يعني اكيد مهم جدا انه هذه خاصه ملعب رادس تحتضن عديد المقابلات ليس فقط المحليه وخاصه الدوليه والقاريه هنا في تونس، واكيد العديد الانديه المصريه على غرار الاهلي الزمالك كانت شهدت نهايات وفي هذا الملعب اللي هو ملعب رادس. اذا انت بتقول لنا دلوقتي خبر حصري متعلق بان في اجراءات بتتم حاليا واعمال صيانه في ملعب رادس، في ملعب المنزه، ملعب سوسه، عشان الملاعب دي تكون جاهزة في الفترة القادمة لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات طبقا للمعايير اللي وضعها الاتحاد الافريقي. واكيد ملعب رادس الان اخي محمد تعرف انه الدوري التونسي وخاصه اكيد مثل ما تتابع الشان الرياضي في تونس، استأنفت الدوري التونسي النشاط يعني اعادته يعني، وخاصه هناك عديد المقابلات التي تجرى مثل الترجي اللاعب الاسبوع فارت وغير الانديه التي قاعده تلعب في ملعب رادس، يعني الامور تمام يعني، وان شاء الله اكيد الاخذ خاصه تعرف الاتحاد الافريقي لم يترك لا كبيره ولا صغيره، خاصه من خلال الاجراءات التي طلبها مختلف الدول مثل تونس مثل مصر والمغرب يعني الصيانه للملاعب والاجراءات التي طبقها. طبعا اكيد الحكومه التونسيه وخاصه سلطه الاشراف التونسيه وزاره الرياضه وكذلك مع الاتحاد التونسي الجامعه التونسيه كره القدم اخذت بعين مختلف الاجراءات، واكيد ان شاء الله ستكون جاهزه ومثل ما طلبه الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب معنى الكلام والتاكيد ان خلاص يعني ابتدت الاشغال في الملاعب التونسيه، ممكن يكون طبعاً في تحضير لملف لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا، اعتقد ده هيكون خلال ساعات لتاكيد الموضوع يا زياد. اكيد نعرف انه كل الدول تتحفظ على يعني هذا الطلب، يعني نعرف دائما يعني هذه يعني خاصه ما زال الوقت، اكيد الاسبوع القادم الاثنين القادم اكيد الاتحاد يرى مهم جدا ان تونس تحتضن مثل هذه اللقاءات، مهم جدا خاصه بعد جائحه كوفيد، اكيد مهم جدا انه يكون تونس تستضيف، واكيد ليس بالغريب على تونس التنظيم وخاصه استقبال الاشقاء سواء كان من مصر او المغرب، وفرصه اكيد لي هنا خاصه مع غياب الانديه التونسيه وخاصه في هذا السباق خاصه هذه السنه، للاسف انه الانديه التونسيه لم تتواجد في هذه النسخه، ان شاء الله في المستقبل ستتواجد، اكيد يعني هناك الكواليس ان شاء الله يعني من كواليس اكيد الملف مطروح، وان شاء الله ما دام هناك عنايه من سلطه الاشراف والاتحاد التونسي بتجهيز الملعب على مثل ما طلبه الاتحاد الافريقي، اكيد ان شاء الله خلال هذه الايام اكيد سنرفق لك الخبر دائما حصريا عبر الشاشه. اكيد. طيب سؤال اخير متعلق بالدوري التونسي، الترجي في الصداره ومعاه الصفاقسي،
لكن النجم الساحلي والإفريقي المرة دي بعيدين تماما عن المنافسة على المركز الأول والثاني، وممكن كمان يكونوا بعيدين عن البطولات الإفريقية الفترة القادمة. تعرف أكيد مهم جدا أكيد أكيد تتابع محمد الدوري التونسي مثل ما تونس التونسيون يتابعون الدوري المصري، خاصة لقائد الأهلي والزمالك. أكيد نعرف الترجي أخذ يعني فرق بعيد جدا على خاصة نعرف المرتبة الثانية للنادي الصفاقسي، ثم المرتبة الثالثة للاتحاد المنستيري، والرابعة للنجم الساحلي، ثم الإفريقي. تعرف أكيد ما تعانيه المشاكل الأندية خاصة في ظل يعني تراجع النتائج أكيد مع العديد اللاعبين ومشاكل، خاصة نعرف كلنا لا يخفى عليه المشاكل تعاني النجم الساحلي أيضا النادي الإفريقي ومختلف الأندية. تعرف الوضعية صعبة جدا خاصة في ظل هذا الوضع الذي يعيشه العالم خاصة مع كوفيد. إن شاء الله يعني أكيد متغيرات، وتعرف أنه كنا تحدثنا حتى في الكواليس محمد هي بالأندية التونسية على كؤوس إفريقيا، يعني هذه تطرح أكثر من نقطة استفهام بعد أن كانت في السنوات الفارطة دائما عديد الأندية وخاصة الرباعي الترجي النجم الإفريقي والصفاقسي دائما موجودين يعني في يعني في أدوار متقدمة وتلعب بالأدوار النهائية. للأسف هذه سنة ولا فريق يعني موجود، هذا أكيد كذلك يعني شفنا في السنوات الفارطة مع غياب الأندية المصري وغيره، وهذا يطرح نقاط استفهام خاصة دائما نجد الأندية التونسية مع المصرية دائما نهائي، دائما نجد نصف نهائي أو نهائي تونسي إن شاء الله وغيره. للأسف هذا السنة الزميل العزيز الإعلامي التونسي زياد السلمي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بهذه المداخلة القيمة، وكنا بنتكلم في موضوعات مهمة جدا.